طيب نروح بقى وناخد حضراتكم دلوقتي لأخبار فريق النادي الأهلي اللي بيختتم استعداداته لمباراة وادي دجلة طبعا المقرر ليها بكرة إن شاء الله على استاد الأهلي والسلام. وطبعا دي الماتش أو ده الماتش المؤجل من الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز. النهاردة الفريق هيؤدي ميرانو على ملعب التتش قبل الدخول في معسكر مغلق. امبارح كان الأهلي برضو استأنف تدريباته على نفس الملعب ملعب مختار التتش بعد انتهاء فترة الراحة اللي منحها الجهاز الفني للفريق واللي استمرت لمدة 3 أيام طبعا عقب مباراة أسوان اللي فاز فيها الأهلي ب3 أهداف مقابل هدف. الأهلي بكده يكون خاض 26 مباراة في بطولة الدوري الممتاز قبل مباراة وادي دجلة، وبيدخل الفريق هذا اللقاء وفي رصيده 58 نقطة وطبعا بيسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الحفاظ على لقب البطولة. كل التوفيق لفرقتنا. طبعا مباراة هنرجع نقول تاني في غاية الأهمية، احنا عندنا تقريبا 25 يوم في غاية الأهمية، عندنا 8 مباريات أو زي ما بيتقال كده 8 خطوات للحفاظ على لقب الدوري، فأكيد فترة هتبقى صعبة، فترة هتبقى مضغوطة، ولكن برضو احنا متفائلين خير جدا. وزي ما حضراتكم عارفين احنا ترتيبنا التاني في الدوري، وادي دجلة تقريبا ال 17 حاليا، فأه في فرق نقاط، أه في فرق كبير في الكفاءات والإمكانيات، ولكن ما زال برضو هنرجع نقول المباراة في غاية الأهمية، وكل خصم الأهلي أكيد بيشوفه خصم مهم. فبالتوفيق إن شاء الله بيتسو موسيماني مدير فني محترم نثق فيه وأكيد نثق كمان في كل اللعيبة.